السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحكي عن الفورمات للبارتيشن في لينكس. حنستخدم كوماند اسمه mkfs، لكن قبل هيك اتعرف على التايبس او الفورمات او السيستم تايبس الموجودين. في عنا ال ext2 وفي عنا ال ext3، في عنا الـ XT4 آخر شيء، وفي عنا الـ Swap، وأيضا نقدر نستخدم فورمات ثانية غير لينكس اللي هي الـ BFAT والـ NTFS NTFS وغيرها من الفورمات. الـ XT3 إجا عشان يعدل مشكلة slow posting أو slow reboot in XT2. الـ XE4 remove ايش؟ remove الـ storage limit in XT3. والـ swap is used for special purpose. وفي عندنا الـ BFAT والـ NTFS اللي هي another format. أول شيء حنشوف نستخدم الـ F disk عشان نشوف ال partitions الموجودين عندنا. نحكي F disk، في عندنا ثلاثة partitions اللي هي 1 2 and 5. لو بدي اعمل فورمات ل 5 تستخدم ايش؟ الكوماند اللي هو make fs، اكتب make، نستخدم السودو، نقول له make fs، بس نعطيه التايب، نكتب minus t وبنعطيه التايب. التايب اللي هو احد الانواع اللي ذكرناها قبل شوي، اللي هي يا اما XT2 XT3 XT4 swap VBAT or NTFS. هستخدم على سبيل المثال ال XT، نرجع هون نستخدم ال XT4 اللي هو الديفولت. لو ما كتبنا اي شيء بيعطينا ايش؟ ال XT4 اللي هي الديفولت. لكن اذا بدنا احنا ثلاثة نقول له XT مثلا ايش؟ XT3. بعد هيك فراغ، لما يبينا نعمل فورمات لاي ديسك او لاي بارتيشن بنستخدم الديف سلاش اس تي اي ايش 1 اور 2 اور 5. احنا بنستخدم لايش؟ لا ال 5 اساس نعمل فورمات لل 5. نعمل فورمات لل 2 عادي، بنعمل فورمات لل 2 اساس انا اكس تي 3، نكتب اس دي اي 2، بنضغط انتر، حيبلش في عملية الفورمات. إذا كان أوريج الديسك معمول له فورمات وعليه داتا، حيقول لك إنه هذا عليه داتا بدك تعمل له فورمات، أو أوريدي معمول له فورمات بدك تعمل له فورمات مرة ثانية أو لا. بالتالي إذا عملت فورمات الداتا شو مالها حتروح؟ فنقول له يس على سبيل المثال، نقول له يس هسا عمل فورمات لل proceed anyway ماشي الحال. لو رجعنا وعملنا مثلا الـ SD5 لأنه تأكد بس منه، وقلنا له يس او ضغطنا انتر مباشرة حيعمل فورمات له. لو عملنا له فورمات على اساس XT4 غيرنا الاكستنشن ل XT4 هيعطينا يس او نو، نقول له يس ماشي الحال، حيعمل فورمات يقول لك ايش؟ الفايل سيستم اوريدي كرييتد اون ذا ديسك. هذا هو الفورمات ل اي ديسك. فاول خطوه لازم نعمل بارتيشنز، بعدين ندخل على كل واحد فيهم نعمل له ايش؟ فورمات باي سيستم بدنا اياه، باي فورمات سيستم بدنا اياه. يعني ممكن واحد يكون اكس تي 4 والثاني يكون اكس تي 3، it doesn't really matter. بنشوف بعض الاوبشنز مثلا الموجودين في الكوماند الميك اف اس. ممكن تروح على مان تكتب ام كي اف اس وحاول تشوف الاوبشنز الموجودين. في عندنا الماينس دي حكينا عنها، في عندنا الماينس بي، في عندنا الماينس بي سمول لتر، في عندنا الماينس اتش عشان كابيتال. اذا بس الاشياء الموجوده عندنا هون. بسيط جدا الميك اف اس اللي هو الفورمات، بس نكتب الميك اف اس وبعد هيك نكتب ايش؟ الاشياء التايب، وبعدين ايش البارتيشن اللي بنعمل له فورمات. لو نتاكد من الاشياء الموجوده معموله فورمات نقدر نعمل اب ديسك ليست، وهيك بين معنا انه ايش مثلا حيصير عندنا الاس دي 2 اكستندد، الاس دي 4 5 اللي هو
اللينكس، واحد الانواع اذا كان اكس اي اكس تي بكون ايش التايب تبعه لينكس.